انا اسم ديالي بامو عبد الرحمن، وانا اصغر واحد اللي مشى للمسيره سواء في سيدي قاسم على الصعيد ربما المغربي. وبالنسبه للوالدين كان الاب ديالي كان كيشجعنا دائما على الوطنيه، اما الام ما ساقتش الخبار حتى الجيران اللي عندهم تلفزيون ديك انا ذاك حنا ما عندناش، وكان غير نواري بلون. حتى قالوا لي ولدك راه شناه طالع في الكاميو في الكاميو، وقيلا راه مشى للمسيره مسكينه عاد سقط الخبر. وكنت انا ما بغيتش نقولها ليها على اساس ربما كان العقل صغير وربما كانت ما تقدرش تخليني بالعاطفه تقول لك لا ما تمشيش ولا شي حاجه، حيت ما كنتش واعيه. ولهذا انا فخور بالمسيره الخضراء، وانا فخور كاصغر متطوع في المغرب، وكن صحة الشباب على أساس يتمتعوا بالروح الوطنية يعني في كل اعتبار. بالنسبة للواحد شي لقطات بقاو لي في الدماغ ديالي ودائما يعني كيفكروني وكنضحكوا وكنفرحوا، داك الشيء هو أنني كانوا كيجيبوا لنا الخبز في الخناشي ديال الكومير، كيجيبوا لنا الكومير وسط الخناشي، وكانوا كيختاروا القياطن كيختاروا كيقول لك اودي الصغار هما اللي يطلعوا يهبطوا الكومير الناس وداك الشيء. وفوق ما كتجي شي طياره على اساس باش نهبط الكومير كنهبط الكومير، وفي الاخر ملي كتم غادي كندي معايا خنشه القيطون ديالي. وكنا حنا 11 في القيطون، وكانوا كيفرحوا دوك اللي كانوا ساكنين كنا في القيطون تيفرحوا فوق ما كتجي شي طياره ولو انها غادايزه تيقول لك سير هبط سير هبط الكومير سير 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 باش تهبط. لحقاش انا كنت صغير من دوك الصغار وداك الشيء. والفكره الثانيه هو انني كنا قرابين شي 10 الكيلومتر من طرفايا، وكنا كنمشيو نجيبوا التيد من طرفايا انا ذاك، وكنا كنجيو نمشيو نصبنوا في البحر، وكانت الكشكوشه ما كتخرجش، وكنا كنقولوا ما كناش كنعرفوا كنقولوا بان ربما التيد راه خاسر، ربما التيد قديم وهي راه ما عمرها تخرج لك في الماء مالح. وهاد الذكريات على الذكريات فوق ما كنتفكر المسيره الخضراء كيجيو لي الدماغ ديالي. انا ما استفدت من حتى شي امتياز على التضحيه ديالي من الوطن ديالي، وكنوجه للناس المسؤولين. لحقاش انا فوق ما كتجي الذكرى كنجي للشارع هنا وكنبقى ندور غير بوحدي، تنشوف دوك التصاور وكيرجعوني للور، وكنبقى نقول يا ريت لو كنت تلاقى غير شي واحد اللي يشو يدير شي مبادره يقول لك ولادك ولا يشوفني انا ولا الاسره ديالي ولا شي حاجه، على الاقل يزرع فيا واحد الذكرى تبقى لي كبقات في كالذكرى ديال المسيره الخضراء. وشكرا.